السلام عليكم. في فقرة ما قبل المباراة، بعد الإقصاء المر في كأس الجمهورية، فريقنا الغالي أمام مواجهة طرد الاعتبار والعودة إلى سكة الانتصارات بعد الأزمات اللي عصفت بنادينا المحبوب في خلال الأسبوع. هل هذه المشاكل كانت مبرمجة أو لا؟ سوف نتطرق إلى هذا الموضوع في حصة خاصة. نولوا إلى مباراة الأحد لتكون ضد فريق اتحاد بسكرة، لعنوان مباراة تكون to be or not to be، تكون أو لا تكون. نحكو على فريق الخصم اتحاد بسكرة اللي قدم بداية موسم جيدة ولكن تراجع بعد ذلك على سلم الترتيب ويحتل حاليا المرتبة التاسعة ب 21 نقطة. لعب 15 مباراة، فاز في 5، تعادل في 6 وخسر في 4. ليهمنا حنا مباراة داخل الديار، لعب 8 مباريات، فاز في 4 خسر في 0، ما خسر في حتى مباراة داخل الملعب تاعو. والمولودية ربحنا 2 مباريات فقط. المباراة هذه راح تكون مقابلة لتكذيب الأرقام. فريق اتحاد بسكرة تحصل على 16 نقطة من أصل 21 نقطة داخل الديار. فريق ليعرف يحافظ على نقاط المباريات داخل ميدانه، سجل 10 أهداف وتلقى 5 أهداف، حافظ على نظافة شباكه في 4 مقابلات. فريق جد محترم يقدم كرة مليحة وفرض التعادل في ملعب متصدر البطولة، ولكن كما قلت سابقا معظم الفرق بعد انقطاع البطولة يأخذ وقت باش يولوا لريتم المرحلة الذهاب. كل هذه الأرقام والمعطيات كانت في مرحلة الذهاب، مرحلة الإياب راهي رايحة تكون حكاية أخرى. وفيما يخص تحليل فريق الخصم اتحاد بسكرة، نبدأ بالدفاع لنقطة قوة الدفاع تاعو، نسبة تلقي الأهداف لا بأس بها، دفاع متماسك يحاول يخرج الكرة بطريقة نظيفة وتمريرة ما بين المدافعين. نقطة الضعف تاعو هو للدفاع ثقيل ويخلي فراغات في الوراء وما يعرفش يلملح لخطة التسلل. وسط الميدان من ناحية الدفاعية تحت المتوسط، ومن ناحية الهجومية كمعظم فرق البطولة كرة طويلة ويلعبوا على العرضيات. بما يخص الهجوم، نقاط قوة الهجوم في مرحلة الذهاب كان فعال ويستغل أي فرصة تتاح له، قوي في الكرة الهوائية والصراعات الثنائية. وكما شفنا في مرحلة الذهاب هجوم اتحاد بسكرة سجل في تقريب معظم المباريات. نقاط الضعف تاعو ككل فرق يضيع فرص سهلة للتهديف وغير موجود في المرحلة الدفاعية، ولكن هذه الأرقام كلها كانت في مرحلة الذهاب. في مرحلة الإياب اللي لعبوا مقابلة اللي فاتت ضد وفاق ستيف، في مباراة الأخيرة اللي شفنا الدفاع يخلي فراغات ومساحات في الخلف والدفاع ما يعرفش كيفاش يدافع في الكرات والهجمات المعاكسة لفريق الخصم، ما عرفش يدافع ويولي للوراء وما يعرفش كيفاش يتعامل مع التمريرات في العمق وبين المدافعين. دي شفنا الدفاع ثقيل في وخاصة في المواجهات الفردية. في المباراة الأخيرة تلقى 3 أهداف، هدفين تقريبا بنفس الطريقة والهدف الثالث كذلك، كان سوء تمركز المدافعين وحتى وسط الميدان خلى مسافات بعيدة ما بينه وبين المدافعين. وفيما يخص مباراة المولودية السابقة، ما لعبناش بالتعداد اللازم بعد غيابة كل من بن خماسة وهارون ورازا وعدم بداية عبد اللاوي. نظن لو كان هذا الرباعي كان فوق أرضية الميدان وما كناش في المشاكل، ممكن يكون وجهه مغاير. لم أفهم مناصب بعض اللاعبين وحتى التغييرات ما كانت في محلها، ولكن هادو كانوا خيارات المدرب. المهم المباراة جازت وننساوها. ضد اتحاد بسكرة لابد تفادي نفس الأخطاء أهدرنا عليهم في الفيديوهات السابقة مرارا وتكرارا، تفادي استقبال الأهداف في 15 دقيقة الأولى و 15 دقيقة الأخرى. يجب يكون تركيز اللاعبين حتى آخر دقيقة، غلق المساحات في المراحل الهجومية من طرف فريق الخصم خاصة على الأطراف. لازم اللاعبين قلب الدفاع يكونوا حاضرين في الصراعات الهوائية. وسط الميدان تاعنا لازم يعطي الحلول للدفاع ويخرج الكرة سريعة بحكم أن الدفاع الخصم ثقيل في الوراء، يخلي مساحات بزاف في الخلف يجب استغلالها. وحتى فتح الله الطاهر يتفادى التمريرات فوق رؤوس المدافعين، لازم يلعب تمريرات بين المدافعين في الأرض ويسي كيفاه يعطي لي باسون بروفوندور خلف ظهر
المدافعين، استغلال سرعة هارون لماذا بين نشوفه يبدأ المباراة، ومن هنا نعطي رأيي في التشكيلة المناسبة. التشكيلة من المحتمل يبدأ ليتيم، ولكن نقوله في حراس المرمى فريد شعل أو ليتيم. في قلب الدفاع بدلاوي وأيوب غزالة، على الجهة اليمنى حليمية، فرحاني على الجهة اليسرى، فرحاني محتمى ماذا بيا يعطوا فرصة لأحد الشبان. فيما يخص وسط الميدان، بدر الدين توكي على الجهة اليسرى وبن خماسة على الجهة اليمنى. طاهر فتح الله كصانع ألعاب يلعب وراء المهاجمين. رازا لماذا بيانا نشوفه يبدأ على الجهة اليمنى. وأوكيل فيما كان إيسو على الجهة اليسرى. إيسو لازم يراجع نفسه، ونظن باللي آخر مباراتين كان خارج الإطار. وحتى أوكيل ممكن إذا ما دارش من ناحية يدخل الحايف، بالنسبة لي أنا عنده مكانته ويجب يتم استدعائه في فريق الأكابر. إن شاء الله تكون ردة فعل من طرف اللاعبين ويردوا الاعتبار، لأن المباراتين القادمتين تكون حاسمة. إذا نحب نطمعوا باش نبقوا في المقدمة، إن شاء الله يكون الديكليك. واعطونا أراءكم في التعليقات. نقول نتيجة المباراة التعادل، أو إن شاء الله يكون الفوز من نصيبنا. السلام عليكم.